إذن مشاهدينا الكرام، بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بكم دكتور. ما أوجه اعتراضاتكم على التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، ولا سيما الأسباب التي دفعتكم لوصف هذا القانون بأنه وسيلة ترسخ النزعة الطائفية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. وحياك. كما جاء في التصريح هذا اليوم أن هذا التعديل هو يؤسس ويرسخ هذه القضية، قضية طائفية، لأن القانون السابق هو قد جمع أو حاول أن يتوسط ويجمع جميع المذاهب الإسلامية على اختلافاتها من غير أن يحددها أو يشير إليها ويبين هذه الفروق بأسمائها الطائفية. والتصريعات أو التشريعات في فقرات القانون السابق هي بإمكان القاضي أو بإمكان المتقاضين كل أن يرجع إلى مذهبه بحسب الاجتهاد واجتهاد القاضي وغير ذلك، من غير أن يكون هنالك نص على هذه القضية الطائفية. لكن نجد في هذا التعديل اليوم كأنه هنالك مقصود لهذه القضية، وهو استنتجاما مع المشروع كله، مشروع الاحتلال الذي ما جاء إلا لترسيخ هذه القضية، القضية الطائفية، ومحاولة وضع شرخ كبير بين أبناء المجتمع العراقي في كل النواحي وكل الاتجاه. أيضا ماذا عن التجاوزات التي يتضمنها القانون المعدل، خصوصا فيما يتعلق بوحدة العراقيين ومنع تعدد المحاكم؟ نعم، هو هذه القضية، يعني كأنه نرى أن هؤلاء الذين جاءوا اليوم أو يسيرون اليوم في ركب هذه العملية السياسية، كأنه أصبحت علاقتهم بينها وبين الطائفية علاقة مضطردة. أولا، هم لا يجدون لأنفسهم وجود إلا في ظل هذه العملية السياسية الحالية التي خدموها وقدموا لها ما استطاعوا لترسيخها وترسيخ وجود المحتل ومصالحه. وهذا المشروع هو ليس له وجود إلا بالقضية الطائفية وبالتخندق الطائفي، فنراهم من أجل هذا ومن أجل أمور داخلية ونفسية عندهم وبحسب تربيتهم ومعتقدات البعض منهم أنهم يرسخون لهذه القضية، القضية الطائفية، حتى أنهم يريدون أن يقسموا كل شيء في العراق إلى أسس أو على أساس طائفي وقومي وإثني وغير ذلك، حتى أننا بتبعات هذا القانون أننا سنرى ربما في المستقبل هذه المحكمة محكمة سنية ومحكمة شيعية، قاضي سني وقاضي شيعي وغير ذلك، لأنه كأنه لا يكتفون بالتنوع بين الأبناء الشعب العراقي باعتقاداتهم، وإنما يريدون أن يجعلوا ذلك عنوانا واضحا وبارزا في الحالة العراقية قانونيا وبشكل واضح وصريح. طيب دكتور، في موضوع آخر، صحيفة الاندبندنت البريطانية ذكرت أن الولايات المتحدة قتلت أكثر من 1,000,000 مدني في العراق منذ بدء غزوها، ألم يحن الوقت أن تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية ما ارتكبته في العراق؟ طبعا هذا الرقم هو جزء من كل، يعني هذه القضية جاء هذا الرقم رغم أن قد ذكرناه سابقا منذ سنوات لأثر من آثار هذا الاحتلال، ويضاف له آثار كثيرة جدا يعني على الحالة المدنية وحالة الناس، يعني فضلا عن هؤلاء الشهداء هنالك الجرحى وهنالك المهجرين والنازحين، بل هنالك مدن بأكملها قد دمرت كأثر من هذه الآثار. ثم أيضا من آثار هذا الاحتلال أيضا القضية المالية التي نهبت في ظل هذا الاحتلال وآثاره أموال العراق ورهنت ربما لعقود قادمة طويلة، لكن إلى الآن نرى أن الاحتلال ومن يسير معه وربما أغلب المجتمع الغربي والعالمي لا يزال يتستر على هذا الاحتلال وعلى كل هذه الجرائم، وربما بهذا السكوت يتحمل هذه النتيجة. إذن ما حدث في العراق في 14 عاما وبعد بيان زيف مسوغات الغزو والاحتلال، برأيك دكتور ما السبب الحقيقي أو الهدف وراء تدمير العراق؟ يعني هو أعلن ذلك المحتل الأمريكي حينما قال الشرق الأوسط الجديد، وهو كان مقدمة لفعل أزمات في كل المنطقة، وهذا ما رأيناه لاحقا.
لقد تواكبت هنا في أكثر من قضية، القضية السياسية وهي تفتيت المنطقة وإشغال الناس بحروب وصراعات داخلية تمهيدا لإعادة رسم هذه الحدود وتقسيم هذه الدول، والأمر الآخر السيطرة على ثروات هذه البلاد، والأمر الآخر هو إضعاف هذه المناطق بتهجير أهلها وتدمير هذه المدن. فتجتمع هنا قضايا أو مصالح اقتصادية مع سياسية لهذا لصالح المحتل ومن يسير معه في هذه المشاكل. شكرا جزيلا لك هاتفيا دكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين.